التعايش معاه. وبالتالي لازم ان احنا نبدأ النهاردة كدولة وكمواطنين نعي ان هذا الفيروس لن يختفي، ولكن نبدأ ان احنا ازاي نتعايش ونتحرك معاه بما يضمن اولا طبعا ضمان سلامة وصحة المواطنين، ولكن ايضا كيفية اعادة عجلة الحياة ودورة الحياة الى ما كانت عليه قبل ذلك مع مجموعة من الاجراءات الاحترازية. خلينا اتكلم في الاول، طبعا احنا مناسبة عيد الفطر دايما بتبقى مرتبطة كعادة اجتماعية مع المصريين بتجمعات كبيرة جدا، نزول للشوارع، التواجد في ميادين، في الاماكن العامة، وده طبعا بيؤدي الى يعني تكدس كبير جدا جدا للمناطق العامة والمفتوحة، وبيبقى ده يعني طبعا فرصة كبيرة لانتشار الفيروس. فعشان كده طبعا احنا كحكومة كنا بننظر ان الهدف من الاجراءات اللي احنا هنعلن عن اتخاذها طوال الفترة الخاصة بعيد الفطر هي اجراءات هدفها الاساسي هو الوقاية من ان احنا يبقى فيه فرص لانتشار اكبر نتيجة لجموع المصريين الكبيرة اللي بتبقى موجودة في المناطق العامة. هدفه ان احنا نقلل بقدر الامكان من عملية انتشار الفيروس، عشان كل الاجراءات اللي انا هعلنها ايضا ما بعد اسبوع العيد نبدأ ازاي كدولة في التحرك نحو التعايش والتعامل مع تواجد هذا الفيروس، وازاي كدولة رؤيتنا وكحكومة هنتحرك ازاي. فيمكن كان عشان كده احنا كنا حريصين في خلال مناقشة ماذا سيتم في اسبوع العيد ان احنا ننتهز الفرصة ان بصفة عامة الحقيقة اجازة عيد الفطر حضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين، طبعا يوم الوقفة المتوقع هو يوم السبت القادم مع اجازة العيد، يعني طبقا حتى الان الحسابات الفلكية هتبقى من الحد الى الثلاثاء، وبيبقى بيتبقى بقية ايام الاسبوع فقط الاربع والخميس. فعشان كده يمكن كان وجهة النظر ان احنا نتيح طبعا لان الفترة دي فترة على بعضها ان احنا كدولة نأخذ اجراء يخص الاسبوع على بعضه علشان نعمل بقدر الامكان اقصى درجات الحد من التخالط والانتشار نتيجة لتواجد احجام كبيرة من المواطنين في الشوارع والميادين والمناطق العامة. فعشان كده يمكن كان النهاردة توجه اللجنة، وده اللي يعني تم التوافق عليه، ان شاء الله هتبقى يعني الفترة اللي هنعلن فيها كل الاجراءات دي هتبقى اللي هي من اعتبارا من يوم الاحد القادم حتى يوم اللي هو اول ايام العيد حتى يوم الجمعة اللي تليها اللي هي يوم 29/5. في خلال هذه المدة وهي طبعا حوالي 6 ايام كاملة سيتم غلق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق اللي بتقدم الخدمات الترفيهية، وايضا كافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، علشان نقدر بكل صورة ان احنا نحد من عملية انتشار الفيروس. وحيبقى يمكن الاجراءات دي كلها بتتم ومصاحب معاها ان يعني الساعة اللي بيتم فيها يعني فرض حظر حركة المواطنين هتبقى الساعة 5 مساء. الكلام ده في نفس هذه المدة اعتبارا من يوم الاحد حتى يوم الجمعة سيتم ايقاف كافة وسائل النقل الجماعي في الايام دي كلها برضو عشان نساعد من الحد من حركة المواطنين، وكذلك الحد من او ايقاف اي حركة لاتوبيسات الرحلات والاتوبيسات الجماعية للتنقل ما بين المحافظات. ده كله هدفه زي ما قلت لحضراتكم ان احنا بقدر الامكان نخفف ونحد من الانتشار او الفرص انتشار الفيروس نتيجة للاعداد الكبيرة اللي بتبقى من المواطنين اللي بينزلوا بمحاولات طبعا بيبقى انا عارف الاحتفال بهذه المناسبة الكبيرة، وعارف ان هذا الموضوع بيبقى صعب علينا كمصريين ويعني ضد طبيعتنا البشرية، ولكن ده طبعا شيء مهم جدا ان احنا ننظر له، لان زي ما قلت لحضراتكم احنا بننظر ما بعد الاسبوع ده لان عينينا كلها على ما الفترة ما بعد اجازة العيد، ودي اللي يمكن تم مناقشتها الحقيقة باستفاضة كبيرة جدا مع السادة اعضاء اللجنة، واللي احنا تم التوافق عليه ان شاء الله طبعا اعتبارا من يوم السبت اللي هو بيوافق 30/5 هنبدأ طبعا مرة اخرى في فتح كافة المحلات والمولات والخدمات المختلفة على مدار ايام الاسبوع،
وعودة الحياة زي ما احنا كنا توافقنا او تم تطبيقه في رمضان، ولكن هيبقى ولمدة اسبوعين، هيبقى الكلام ده لغاية الساعة الثامنة مساء اللي هي الخاصة بساعة، هتبقى يعني استمرار فرض الحظر لحركة المواطنين لمدة الاسبوعين اللي بعد العيد حتى الساعة الثامنة، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي. وده يمكن علشان النقطة اللي انا كنت بقولها، ان احنا نبدأ بقى في اجراءاتنا في كيفية عودة الحياة لمختلف القطاعات. ويمكن هنا انا عايز ان انا اعلن عن شيء مهم جدا، ان احنا ناقشنا في اللجنة ان اعتبارا من منتصف يونيو سيتم الاعلان عن العودة التدريجية للعديد من الانشطة، سواء الانشطة الرياضية في النوادي والاماكن مراكز الشباب، ولكن باجراءات احترازية، وبعض الانشطة المختلفة اعتبارا من المنتصف شهر يونيو زي ما قلت لحضراتكم. ايضا سيتم النظر في عودة فتح المطاعم باجراءات برضو احترازية تدريجية جدا، وحنبدأ نراجعها اعتبارا من النصف الثاني من شهر يونيو باذن الله، وحنبدا يعني نعلن تباعا عن كل الاجراءات الخاصه بهذه الاماكن المفتوحه وكيفيه اداء الخدمات فيها. ويمكن ده احنا كنا خدنا قرار فيما يخص السياحه الداخليه وبدانا اجراءات تطبيقه بهذا الشكل. ايضا تم النظر ان احنا ان شاء الله اعتبارا برضو من النصف الثاني من شهر يونيو هيبدا دراسه كيفية العودة التدريجية ايضا لبعض اقامة بعض الشعائر الدينية في بعض في دور العبادة، ودي هناخد وقتنا برضو لان طبعا دائما بيبقى هناك تجمعات كبيرة جدا في المناسبات الصلوات، وبالتالي هيبقى هنناقش اعتبارا من النصف الثاني ايضا من شهر يونيو ايه هي الاليات وما هو التاريخ المحدد بالضبط عشان نعيد مرة اخرى عودة الإقامة بعض الشعائر وبإجراءات الاحترازية اللي هتتعمل في دور العبادة بصفة عامة. النقطتين المهمين جدا أيضا إن احنا ناقشنا النهاردة الموعد الخاص بأداء امتحان الثانوية العامة، وأيضا الدبلومات الفنية، وأيضا امتحانات السنوات النهائية في الجامعات المصرية والمعاهد العليا. ويمكن تم التوافق ان هيبقى الميعاد موعد اجتماع موعد امتحان الثانويه العامه هو 21 يونيو ان شاء الله، ويمكن معالي الوزير هترك له الكلمه ان هو يعرض بالتفصيل اللي هيتعمل كاجراءات احترازيه واجراءات مهمه تتعمل جوه كل لجان امتحانات الثانويه العامه. ونفس الحال بالنسبه للسيد وزير التعليم العالي، هيعرض برضو سريعا ايه الموقف اللي هيتعمل في اداء امتحانات السنوات النهائيه من الجامعات والمعاهد المصريه. بالنسبه يمكن برضو طبيعه صلاه العيد بالنسبه للمصريين بتبقى ليها طبعا يعني اهميه مهمه كبيره، فيمكن النهارده والسيد وزير الاوقاف توافقنا ان هيتم يعني اذاعه صلاه العيد من احد المساجد في الدولة ان شاء الله، ولكن طبعا هي هتبقى صلاة قائمة فقط على القائمين على العمل في المسجد، وهيبقى قاصرة فقط عليه، ولكن هيبقى الشعائر نفسها تقام بحيث يقدر المواطنين كلهم يشوفوها سواء على الوسائل الاعلام المرئي او المسموع، وبالتالي يبقى فيه هناك شعور بطبعا الشعائر المصاحبة لهذه الصلاة الهامة. يمكن النقطة المهمة اللي انا حابب ان انا اختم بيها الكلمة في خلال المرحلة القادمة، ان تم التوافق انه يمكن ده كل توجهات دول العالم، ان ما بعد الاجازة بتاعتنا وعودة الحياة اعتبارا من يوم 30/5 هيبقى هناك اجراءات لازم المواطن المصري ولازم كلنا نتعايش بيها. اهم يمكن اجراء هيبقى هو موضوع ارتداء الكمامة الخاصة بينا كلنا كمواطنين لما نبقى متواجدين في اماكن عامة او اماكن فيها تكدسات او تواجد لاعداد كبيرة من المواطنين، هيبقى لازم، وده هيبقى اجبار وهيبقى اجراء وقرارات، وهيبقى هناك يعني القرار هيعلن بالعقوبات اللي هتحصل مقابل عدم الالتزام ليه، في ان هو لازم اي مواطن النهاردة عشان يدخل اي منشأة
سواء كان منشأة حكومية، سواء مثلا احد افرع البنوك، سواء اي مكان فيه مغلق او بينطوي على تواجد عدد من المواطنين، هيبقى شرط لدخوله هو ارتداء الكمامة. الاهم ايضا سيتم تطبيق هذا الكلام ايضا على وسائل النقل الجماعي فيما يخص مترو الانفاق، القطارات، اتوبيسات النقل العام، وايضا حتى وسائل النقل الجماعي الخاصة. هيبقى ده جزء من حياتنا، ان احنا لازم كلنا كمواطنين نبقى مرتدين الكمامة. النقطة المهمة طبعا اللي يعني ممكن مواطنين يثيروها، طب احنا قدراتنا وتواجد الكمامات قد ايه؟ ودي يمكن كانت نقطة مهمة جدا على مدار الاسبوعين اللي فاتوا كنا شغالين عليها، وده يمكن العالم برضو توجه نحو هذا الموضوع، وهو الانتاج الكمامات المصنعة من الأقمشة، لان دي بيبقى لها صفة الديمومة او الاستدامة، دي مش بتترمي بعد يوم واحد، ولكن دي احنا كمواطنين نقدر بنرتديها على مدار اليوم، وفي اخر اليوم نقدر نغسلها وتكوي ونرجع نرتديها في اليوم التالي. وبالتالي يمكن كان في الحقيقة اللجنة اللي كانت مشكلة من المجموعة الطبية، سواء طبعا معالي وزير التعليم العالي، وزيرة الصحة، السيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والطبية. الحقيقة المجموعة كلها يعني راجعت هذا الموضوع معانا، وتم التنسيق مع السيدة وزيرة الصناعة على تشجيع كل المصانع المصرية على انتاج هذه الكمامات اللي هتبقى مصنعة من الأقمشة بمواصفات محددة، بحيث تبقى متاحة لكل المواطنين في خلال المرحلة القادمة، لان زي ما قلت لحضراتكم لن يتم السماح بعد كده للمواطن ان هو يبقى متواجد او يدخل او يعني يستخدم اي وسيلة زي وسائل النقل الجماعي بالذات اللي هي بتنطوي على تواجد وتزحام كبير من المواطنين، الا اذا كان مرتدي الكمامات، وهيبقى هناك عقوبات شديدة في حال عدم الالتزام بارتداء هذه الكمامات. دي يمكن النقاط الاساسية اللي انا كنت حابب ان انا النهاردة يعني اثرها مع حضراتكم، ولكن زي ما حضراتكم يعني بنقول احنا بنحاول ننتهز فرصة اجازة العيد القادمة الاسبوع القادم كنوع من كلينا احنا كلنا كمواطنين، ويمكن كمان يعني حقيقة اخواتنا وزملائنا في القطاع الطبي اللي النهاردة بيقوموا بجهد كبير جدا في ان يبقى هناك مع يعني تخفيف حركة المواطنين، يبقى في نوع من يعني الهدوء شديد، بحيث ان احنا نقدر ان شاء الله اعتبارا من الاسبوع اللي يلي الاجازة باذن الله تعود الاجراءات الى ما كنا عليه قبل رمضان. وكمان وهو الاهم ان نبدأ بقى في الفتح او النظر في دراسة كيفية اعادة الانشطة المختلفة للقطاعات الاقتصادية في الاقتصاد المصري تدريجيا اعتبارا ان شاء الله من منتصف شهر يونيو باذن الله. معالي الوزير التربية والتعليم، لو ممكن سريعا تقول لنا فندم الاجراءات الخاصة بامتحان الثانوية العامة. شكرا يا فندم. زي ما حضراتكم سمعتوا من دولة رئيس الوزراء، الامتحانات بقت 21 يونيو، وده معناه ان احنا اجلناها اسبوعين عن الميعاد المعلن سابقا، وده لكذا سبب، اهمهم هو سلامة الطلاب، لان احنا بنحاول نحكم اجراءات التأمين والتطهير قبل بدء الامتحانات، فده السبب نمرة واحد. السبب التاني هو ان الحياة زي ما دولة الرئيس قال تعود لطبيعتها حوالي نص يونيو، وبالتالي الامتحانات سواء في المدارس او في الجامعة تنتظر الى حين عودة الحياة، فده السبب في التأجيل. الجداول النهائية هنعلنها لحضراتكم خلال 48 ساعة. لو احنا بس تأملنا في الثانوية العامة الاول، هي والدبلومات الفنية، الثانوية العامة لوحدها فيها 653 الف طالب، و 168 الف مشرف واداري، وحوالي 56 الف من اللجان الفرعية، فدي منظومة كبيرة. بنحاول نهتم جدا المرة دي بمستلزمات التعقيم وتأمين اللجان وتأمين الطلاب، ان في بنشتري طبعا كواشف حرارية، كمامات، مطهرات، تعقيم وتطهير كامل للمدارس. خطة التأمين فيها كذا جزء، اهمهم ان احنا بنقلل اعداد الطلاب باللجان الفرعية لما لا يزيد عن 14 طالب عشان نضمن المسافات البينية اللي بينهم. فتحنا عدد كبير جدا من مقرات زيادة للتقدير للحفاظ على المسافات الآمنة، عدد اللجان تضاعف طبعا. بنعدل جدول الامتحانات، نرحل بدء الامتحان الى الساعة 10 صباحا علشان الولاد تيجي بدري، الوقت اللي هنستهلكه في اعدادهم لدخول اللجنة.
في تفاصيل كتير هنوفي حضراتكم بيها لاحقا في تأمين الطلاب. يدخلوا اللجنة بطابور متباعد بين الطلاب 2 متر قبل ما يدخلوا المدرسة، توزع عليهم الكمامات ويجرى المسح الحراري والتعقيم وارتداء كل معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي. طبعا في تعقيم عميق للجان قبل بدء الامتحانات كل يوم، وجميع مقرات لجان السير بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان. التحرك للأدوار هيبقى الساعة 8:30 بلوحات إرشادية، والملاحظ هيتأكد طالب قام بتعقيم اليدين ولبس الكمامة بطريقة صحيحة. في حالة عدم الملائمة الصحية، لو اكتشفنا الحرارة عالية، يتم طلب سيارة إسعاف والنقل إلى المستشفى المختص وإعداد تقرير بذلك يثبت في محضر باللجنة، ده مهم طبعا. وتأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق حجر صحي في أي منطقة في مصر، والسماح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية برضو للطالب اللي يثبت عدم سلامته الصحية مع ارتفاع في درجة حرارة بناء على التقرير الطبي. في حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء انعقاد اللجنة، يعرض الأمر على المسؤول الصحي لتحديد خروجه أو بقائه وفقا للتقرير الطبي. في حالة الخروج ينقل بسيارة الإسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية برضو وفق تقرير المستشفى. الطالب اللي هيتأخر عن الساعة 9 لن يسمح له بدخول الامتحان وهيعتبر غائب، لأن لازم في وقت كافي للكشف على المحمول وللتأمين الصحي قبل ما يدخل المبنى. أي طالب لم يؤدي الامتحان لظرف قهري زي حجر صحي، إصابة لا سمح الله، يدخل الدور الثاني ويعتبر امتحان دور أول، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين بدخول امتحان دور ثاني يحدد موعده لاحقا. في تعاون وثيق مع وزارة الداخلية في حاجات كتيرة جدا، وزارة الصحة وزارة التنمية المحلية. حضراتكم ونأكد تاني، تغير موعد البداية من 7 يونيو ل21 يونيو زي ما دولة الرئيس قال. وشيء مهم جدا نفتكره، انه بعد اجراءات التعقيم اللي قامت بها الدولة وبعد الاحكام اللي حضراتكم سمعتوها وهنعلنها باكثر يعني وضوحا في الايام القادمة، يمكن للطالب او اولياء الامور اللي لازالوا يخشوا من حضور هذا الامتحان انهم ياخدوا قرار تأجيل للعام القادم على ان يعامل الطالب كأنها اول محاولة. يعني كده هيبقى في امتحان في 21 يونيو نستطيع حضوره، والدولة بتقدم كل اجراءات التعقيم. لمن لا يزال غير مرتاح للفكرة يستطيع انه يأجلها سنة، يدخل السنة الجاية كأنها اول محاولة بدون اي مشاكل. بس ملاحظة اخيرة، مدارس تم تخضع لكل اجراءات الثانوية العامة وتمتحن بنفس الاجراءات اللي حضراتكم سمعتوها، وبنأمن مدارس تم بنفس القدر ان كانش اكتر لانهم مدارس داخلي. والولاد اللي في تانية ثانوي وطالعين تانية تالتة، التشعيب يظل كما هو للظروف الاستثنائية هذا العام لعلمي علوم وعلمي رياضة كما كان الوضع. الجداول ان شاء الله نعرضها على حضراتكم بعد 48 ساعة. شكرا معالي وزير التعليم العالي. اشكرك دولة الرئيس، يعني تنفيذا لقرار